جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يقول: في شهر شوال كنت صائما، وفي أثناء اغتسالي أحسست برطوبة في حلقي، ولم أعرف إذا كان الماء قد دخل إلى حلقي أم لا، ولكنني أكملت صومي، فما الحكم؟ الحكم أن صيامك صحيح والحمد لله، وإذا طار إلى حلقك ماء من غير اختيارك فإنه لا يؤثر عليك، إنما الممنوع أن تتعمد إيصال الماء إلى حلقك، أما ما دمت لم تتعمد فإنه لا يضر وصيامك صحيح. نعم.